يقول لك الراجل اذا لقى اهتمام من عند مرته ماشي يغزل حتى امراه اخرى، والا الراجل هو من تبع عينه زيغه وديما يغزل. وجاوبني بكل صراحه. بكل صراحه ليه نحن بطبيعتنا رجال الكل معناها اي واحده تعجبنا نمسولها معناها تبقى هي مثلا تلهى بينا ما نبدلوا هي الجمله. علاش حليت لها وذنها كيف الكلمه الاخرانيه؟ ليه ما سمعتش كيفاش نشكر فيها؟ يقول لك المراه مش كي تشعر صوابعها شمع نافع ربي الراجل يقعد ديما يغزر. ليه لا حقيقة ليه فهمك يلقى واحدة ليه يبيه في كل شيء علاش باش يخزر غيره؟ يخزر غيره كان في حاجة أخرى. الراجل بصراحة من حقه كي مرته تلهى بيها كي تلبس له تزين له تحس بوجوده بكيانه صحيح ولا؟ هذاك علاش هما حاطين عنا الحق في أربع نساء وليهم هما ليهم هما خاطيني أنا إي بتبيع ما إيش عندك من واحد؟ انا واحده بركه واحده بركه كاو واحده بركه سمعتوا اش قالك واحده برك نعرف هكا تو كان قال واحده اخرى يعرف شنو نعمل لهم انا ثقه عمي يا بي بالطبيعه هكا تو ما فهمش ثقه ما فهمش حب في الدنيا ذي الراجل ديما عينه زيغ ويخص اما لازم بالطبيعه الاهتمام نتاع مرته لازم هذيك ما فهمش منها فهمت اما زيد نحن معروفه في التونسي في العرب بصفه عامه فهمت نخزروا ما تخزر زيد فما تو مثلا فما نسيت تعمل بالعاني باش تخزر لها فهمت وفما باش تعمل بالعاني تعري روح باش تخزر لها الرجال كل مش كيف كيقى احترام هي تحترمه ويحترمها ما عادش يهز عينه حتى جنس لطيف اخر كي يبدا محترم تحترم مرته وتحترم ولاده كي يبدا اموره تعبه كما جماعه الشريبيري نتاع حق الواد يجي يتفزعك الشريبيري هذوما جماعه الشريبيري اللي الموضوع نتاعك انت تو يشلوا في عينيهم على انسان الناس هي تبيع راهي وعديت وتبيع نتاع انسان فما اللي تستحفظ على رجلها فما اللي تستحفظ على رجلها وتعرف كيفاش توفر له كل شيء تستحفظ عليه وتنجم تعيش وياه حياة سعيدة لا يخونها لا تخونه فما اللي هو عينه زيغة ويفلت وإن شاء الله تتشعل صوابعها شمع وفما اللي ما تستحفظش على رجلها تخسر هي ويخسر هو ينجم فما رجال دوناتور عينيهم زيغة معناها كي تلهي به مرته وتشعل صوابعها شمع ايه هكاك هو طبعه هكاك وفما رجال عادي معناها كي يلقى مرته اللي هي بيه وحاذية بيه وهكا هكا بيه سي بون ما عادش يخزر حتى امراه بالطبيعه اذا كان اخذاءك المراه هذيك عن حب فهمتني ولا لا بالعشره وبطول المده وكل شيء ما ظهر لي اذا كان باش يتجاهل امراه اخرى واذا الموضوع الاخر يعني اللي حكينا فيه يعني عينه زيغه ربما يكون تعرض لصدمات نفسيه في حياته في سواء في الدراسه او بيان في هذا بصفه عامه يعني فهمتني ولا لا في الحياه في الامور النفسيه واحد وكل شيء ربما انت تشوفه اللي هو عادي عينه زيغه وكذا ولكن هي تدخل نفسي تدخل في الامور النفسيه يعطيك الصح تلقاها مريض نفسي في الحالة هذيك يتجه لنساء أخرين وكسيترا وكذا مش كل كيف كيف فما الرجل يلقى الاهتمام عند مرته ماشي يخسر حتى واحدة أخرى غيرها يقعد ديما كان معاها هاي أما شنية فما الرجل هكا اللي ماهوش لاقي الاهتمام عند مرته بتبيع باش يخونها وباش يمشي صاحب عليها وي 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 هي التربية هذه من المفروض يعني الوالدين يبداو ماخذين حذره منها يعني مش معقول بالنسبة لي أنا إذا كان طفلة تبدا لابسة لبسة غير معقول باش انا ما نغزرش على الغالب يعني غريزه في البشر فهمتني يعني كيما يغزر الباء كيما يغزر الخايب المراه المتربيه وبنت الاصل وبنت العائله وبنت الفاميليا وتربيت في سيتواسيون نظيفه وعرف وامها عرفت كيفاش امها تعيش مع ابوها كيفاش اخوها عمها المتربي من ربي اذا كان تعرف كيفاش هي كيفاش تربيت وكيفاش عاشت والله تستحفظ على رجلها وما نجبدوش العباد اللي عندهم ظروف قاسية واللي ما نجبدوش على خاطر الدنيا هذه مخلطة فهمتني أما المتربي من ربي وساعات تلقى بنت حليل وباهية ومتربية وتحافظ على دارها وعلى رجلها وعلى صغارها وهو لغالب عينه مشومة اش تحب تعمل اللي تصبر وتحب تربي أما تكون صارمة الراجل من حقه
مرته تلهي بيها؟ بالطبيعه من حقه ومن حقه هو زيد لازم يتلهي بها. هي زيد باش يتلهي بها ويعطيها قيمه في المجتمع قدام فاميليتها قدام فاميليته هو، وميم طون زيد هي لازم بالمثل. الحكايه هذه كونتر بارتي بين الرجل والمراه، كيف ما هو لهي بها يتلهي بيه. نحكيو على المراه الكاتحه والمراه المراه مسكينه اللي تخدم الاربعه وخمسه متاع الصباح، اذا كان هي تخت ويجبرها باش تخت وتربي الصغار وتروح الطيب وتمسح وتسيق وتنظف وتعمل وتعمل وتعمل، ويزيد هو يروح لها مثلا سامحني يا ربي ما نجمش نقول شارب والا ما نعرفش شنو والا ما نعرفش اش تحبها، كيفاش باش تستحفظ هذه؟ الاهتمام الطرفين راهو الاهتمام الطرفين، يلزمهم هما الزوج يكونوا على قنطره صحيحه، يعرفوا كيفاش. هي صحيح المراه تصبر برشا، اما ما يلزمهاش تصبر حتى باش تطيح الكرامه نتاعها. اكيد يعني انا مثلا عندي تجربه بجوج نساء. زوز؟ اي خذيت الاولى وبعد طلقت وخذيت الثانيه. الثالث على قريب؟ لا عليه الحمد لله الحمد لله، يعني كانت فما اهتمام الاولى ما كنتش نعاود حياتي من جديد. فهمتني؟ الاهم من هذا وانه الاهتمام يلعب دوره هون. اكيد اهتمام والشخصيه نتاع الانسان، معناه لازم يقبل الحوار. اذا انت ما تقبلش مني الحوار ما عادش فما معناه نتيجه معناه. الحمد لله في الثانيه ثم الحوار ثم كل شيء ومنسجمين، عندي تو برسك عايش اكثر من 20 سنه والحمد لله. عرست البنتي الاولى والثانيه تو. يعني انا جد نجم تقول بثلاث صغار. تلقاها تعمل وتعمل وتزين وتمكيج ورجالها مش عطاها الاهتمام جمله مش معبره مش قليل حسب جمله. يا اخي مالا كامل باش ما خوها مالا هو ما بتبيع باش تمكيج باش طيب لاشي باش يروح من الخدمه تاعها يلقى شيء محطوط حاضر. ما مش نادت ليفي ما تخليهوش معناتها يخزر حتى واحد اخر. تبع اذا 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 طول المده تزوج بالمراه وكل شيء يلزمها تكون مهتمه بزوجها، وهذيك سنه الله في خلقه يلزمها تتزوج وتتلهى به. فهمت ولا لا؟ يا بابا تبارك تغلط في حتى كلمه، المدام راهي مركزه معانا مركزه معانا باللي قدا. فهمت. الرجال كي حكينا معاهم قالوا لي كل شيء اللي حبس الا نظر يا ناس، قال انا ما نجمش نعمل كمامه على عيني باش ما نغزرش للطفله ولا الطفله هذيك، اما المراه في قلبي، قالك هكا نغزر ونحكي مع البنات الكل، اما في قلبي كل المراه. انت والنيه تنجم تكون النيه صافيه تنجم تكون لا. يخزر. صحيح يخزر. اما مش يتبع. يخزر. ما يتبع. مثلا نيسو حب سامحني اونتر بارونتيز كلمه هذيك لا. اما مع مرته تكون مخلصه صحيح باش يخزر. اي راه نجم نخزر لاي راجل عادي، اما خزره ونظيفه لا 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 خزره نظيفه. اي نورمال انا خزرت لعبد شنو المشكل عادي، كيما نخزر امراه نخزر راجل. اما انت وني مش عبد مع مرته لون ومع غيرها لون. انا مثل شعبي يقول ما تلقى زوز متفاهمين الا ما تلقى درك على واحد صحيح. والله فما رجال درك عليهم وفما درك الاغلبيه عن نساء، ما تقوليش انا منحازه للنساء، فما رجال يصبروا ويعديوا وفما نساء الاغلبيه عندهم الصبر والتعديه، وهي تصبر 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 على الخيانه على الزيغه على مش جبك. انت شنو ناقصها لو هي كل خوف من كلمه مطلقه معناتها؟ لا 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 مطلقه ارجل من برشا رجال موجودين في على ارض الدنيا. فما المراه الارمله والمطلقه مربيه صغار وعامله ومطلعه اجيال، لو نحكي لك على كا ولا زوز ولا ثلاثه مخك يقف. عندنا نساء مطلقات وعاشوا في الغربه وربيوا صغارهم احسن تربيه وطلعوا صغارهم يخدموا في احسن خدمه وضحات ما خذتش راجل مش على خاطر حاجه، على خاطر باش تربي اولادها، وخاصه كي تبدا عندها الانثى تقول لك انا ندخل راجل لداري على خاطر بنتي الله اعلم ايش باش يجرى. ضحات وبيعت عمرها ميسالش عادي، هاي التضحيه نتاع المراه، وربيت صغار وجابت من احسن الصغار بنات واولاد. طول المده المره الاولى المراه البنت يعني تكون في دار بوها متربيه على طريقه اخرى يعني، ومن بعد باش تجي لدار زوجها اللي هو زاده متربي على طريقه اخرى، وباش يتبعوا على بعضهم يعني بطول المده، يلزم مده كبيره، يولي يفهموا بعضهم يعني حتى بالعين من بعيد، مش حتى يتكلموا. في حالتك انت درك طايح على شكون، عليك انت ولا على المسيو بصراحه؟ عزوز ساعات علي انا ساعات عليه هو. مش انت عامله فيه؟ لا 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 لا. في حالتك انت درك طايح على شكون؟ والله في حاجات انا وفي حاجات صغيره هو صغيره. صغيره. حاجات صغيرة أما المكثر أنا
يقول لك تبيع باش تطبع على بعضها صعيب برشا، مش بالسهل معناتها، مش كما معناتها متعارفين في خطبه كل شيء، مش كما تسكر عليكم باب واحد باش تعيشوا مع بعضكم، باش تلقى صعوبه من الاول صحيح؟ اكيد 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 فما صعوبه. ما عرفش هو على شنو استانس، كيفاش تعود في دارهم، وهي بطبيعه من الاول ديما حياه صعيبه جديده يعني، مش هي لا هي مستانسه بالريتم تاعو هو، ولا هو مستانس بالريتم تاعها هي. صحيح. هي الطبيعة تفرق من واحد لواحد، أما لازمك أنت تكون دبلوماسي كيفاش تتأقلم مع الطبيعة الجديدة اللي باش تدخل.